الفيديو بتاعي وصلك يبقى انت اكيد مهتم بالاجهزه الكهربائيه. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله في عالم الاجهزه الكهربائيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم. ريفيو النهارده هيكون معانا على مبرد ميه تورنيدو. الجهاز اللي معانا بينزل منه موديلين، موديل بتلاجه والموديل التاني بيبقى بكابينه حفظ. بلد المنشأ بتاعت الجهاز بتبقى صيني، جهاز جوده وخامات محترمه جدا. كمان الجهاز هنا مميز معانا ان لوحه التحكم بتاعته بتبقى لوحه تحكم تاتش زي ما احنا شايفين كده، سربنتينه بتبقى من الخلف، زرار لتشغيل السخن والبارد. طبعا بيبقى الجهاز هنا مزود، الفيشه بتاعته بتبقى فيشه عاديه. هنخش بقى على الجهاز. زي ما احنا شايفين كده الديزاين بتاعه محترم جدا. اللون بتاع الجهاز هنا بينزل لون ابيض، ولكن هو لون واحد يعني ما نزلش منه الوان تانية. اول حاجه نخش عليها وهي الخزان. الخزان زي ما احنا شايفين ده بيبقى 304، درجه الاستانلس بتاعته درجه عاليه جدا، جودتها محترمه، بتستخدم في الاواني يعني ما بتتفاعلش مع الميه، فدي حاجه كويسه جدا وصحيه بالنسبه للانسان. المميز معانا في الجهاز النهارده ان هو بتبقى لوحه التحكم بتاعته بتبقى لوحه تحكم تاتش. زي ما احنا شايفين هنا كده ثلاث زراير تاتش، سواء ميه بارده او ميه فاتره او ميه سخنه. وكمان الميه السخنه هنا بيبقى ليها لوك للاطفال، فدي حاجه مميزه معانا، بيعمل لوك عشان الاطفال ما يتنزلش ميه سخنه. زي ما احنا شايفين كده هنا ثلاث زراير تاتش بينزل على حنفيه واحده مش ثلاث حنفيات، فدي حاجه من الحاجات بتاعت الجهاز اللي معانا النهارده. نخش بقى على الثلاجه. زي ما احنا شايفين دي اللي هي فوق الميه، نقدر ان احنا نشيلها وننضفها ونرجعها تاني. الثلاجه بقى اللي معانا، الثلاجه اللي معانا هنا زي ما احنا شايفين درجه الحراره بتاعتها بتبقى اقل او يساوي ال10. زي ما احنا شايفين هنا سنسور ليقياس درجه الحراره بتاعت الثلاجه. سعه الخزان الداخلي بتاع الثلاجه 16 لتر. طيب نخش بقى على مميزات الجهاز معانا. زي ما احنا قلنا هنا لوحه التحكم بتاعته بتبقى لوحه تحكم تاتش. نقدر نشغل منها الميه البارد، نقدر نشغل منها الميه الفاتره. كمان مجرد ان انا بس بضغط مره واحده بس على الميه البارد الميه بتنزل، بضغط مره ثانيه الجهاز بيوقف الميه. التاتش بتاعه محترم جدا، التاتش بتاعه الكواليتي بتاعها عالي عالي عالي، يعني ناس كتير استخدمت الجهاز قالوا ان هو جهاز محترم جدا. بالنسبه للميه البارده هنا نقدر الجهاز يقدر ينزل لي في خلال ساعه 2 لتر ميه بارده. بالنسبه للميه السخنه يقدر ينزل لي 4.5 لتر ميه سخنه في الساعه. مميزات الجهاز اللي معانا، زي ما احنا شايفين الجهاز هنا فيه ميزه قويه جدا ما شفتهاش متوفره في اجهزه كتيره، بيبقى فيه زي نظام امان. لو الجهاز هنا الكهرباء جت عاليه او واطيه الجهاز هنا بيفصل فما يضربش الموتور، فدي حاجه محترمه جدا طبعا بالنسبه لها شركة العرب. عايزين بقى نتكلم على الجهاز نفسه. الجهاز هنا بيدينا ضمان سنة. سعر الجهاز بالنسبة للمبرد بالنسبة لي ابو تلاجة بيبقى السعر بتاعه 8725، اما بالنسبة للجهاز العادي بيبقى 7645. عايزين بس نتكلم في نقطة كده بالنسبة للمية السخنة، هل مبردات المية بتعمل شاي ولا لا؟ طيب الجهاز هنا درجة الحرارة بتاعته بتبقى اعلى او تساوي 90. طبعا زي ما احنا عارفين درجة غليان المية هنا بتبقى درجة غليان 100 درجة مئوية، ولكن هنا هو بيبقى اكبر من 90 بس ممكن ما توصلش المية. ولكن في ناس استخدمته في الشاي وشكرت في الجهاز ان هو بيعمل شاي كويس جدا. طبعا نسكافيه اي حاجه اقل من الشاي نقدر ان هو الجهاز هنا يقدر يعملها. وزي ما احنا قلنا الجهاز يقدر ينزل منه ميه في خلال ساعه 4.5 لتر ميه سخنه، وده يدل ان الجهاز هنا قوي جدا وتشغيله محترم جدا. ده كده بالنسبه لمميزات الجهاز، واحنا قلنا كمان ان ضمان الجهاز ضمان سنه، ضمان شركه العربي، شركه من الشركات اللي هي القويه طبعا في السوق المصري حاليا. عايزين بقى عيوب الجهاز. اول عيب معانا احنا مش هنتكلم على السعر لان الاسعار كلها دلوقتي بقت غاليه، وكمان خصوصا هو كمان لان هو مستورد فهيبقى سعره اعلى من اي جهاز تاني تقفيل بتاعه بيبقى محلي. الجهاز هنا هيبقى مميز جدا في المكاتب، مميز في الفنادق، مميز في شركات، ولكن هيبقى صعب شويه السيطره عليه في البيت لان الجهاز هنا مجرد ان انا ادوس بس مره واحده على التاتش الميه بتنزل، ادوس تاني الميه بتقف. خصوصا كمان لو انا عندي اطفال صغيرين تاخدي بالك جدا من الاطفال، لان انت مجرد ان انت تدوس على التاتش الميه هتنزل تلقائي، يدوس دوسه تانيه الميه تقف. طبعا بالنسبه للاطفال هيدوسوا دوسه وخلاص، فطبعا مش هتبقى احسن حاجه. كنت اتمنى ان هي تكون موجوده في الجهاز، وزي ما احنا بنقول مفيش حاجه كامله، ان هو يكون في لوك اصلا للتاتش، يعني لوك للتاتش نفسه. هو هنا عامل لي لوك بس لمده 3 ثواني للميه السخنه، لا انا عايز لوك للتاتش نفسه. جهاز من الاجهزه المحترمه، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد. شكرا ومع السلامه.